نرحب بالشاعرة والمبدعة الإذاعية الجليلة الأستاذة جهاد الريدي بكتابة فترات الندى كتابة الكتاب العريق الذي تربينا على سماعه صباحا. شكرا لسعيها الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم دائما بالأمل والشعر والود الجميل. نحن معشر الإعلاميين حين نرتاد بساتينكم أيها الشعراء فإننا نأتي لها لنقطف منها أروع الأزهار لنتغنى بها في برامجنا أولا ولترتقي بها أرواحنا. جمعكم جمع كريم، كل الشكر والتحية لبيت الشعراء العرب ولمؤسسين والقائمين عليه، الأستاذ خالد قاسم، الأستاذ فضل محمد إبراهيم، ودعوات وأمنيات النجاح للزميل الإذاعي الجميل الأستاذ أحمد الكبالي، يعني صاحب الاسم العريق والذي تقام على شرفه هذه الدورة. يعني نحن نسعد بشعركم جميعا ودائما أقتطف كما قلت من أشعاركم في برامجي فترات الندى والرسم بالكلمات، لكن اسمحوا لي أن أحذو حذوكم وأن أقول كما تقولون بعضا من الأبيات، هي صفة تلتصق كثيرا بالأدباء وربما الشعراء، صفة النرجسية. قدمت عنها حلقة في برنامج الرسم بالكلمات، لكنني بحثت طويلا عن قصيدة تحاكي اللوحة التي قدمتها، وهي كانت لوحة نارسوس التي تحكي أصل كلمة النرجسية. رغم بحثي الشديد لكنني لم أجد القصيدة التي أريدها تماما، فحاولت محاولة أن أقدم ما أظنه يتحدث عن هذه الصفة، صفة النرجسية. عند النظر إلى المرآة تلقى الوجه الأول وجهك أنت، فإذا أدمنت النظر لهذا الوجه وشفت صورك دون المخبر فاحذر، فالنفس تراود عن نفس تغوي صاحبها كي يغتر، لكن الصور وإن شفت عن وجه ملاك أو غطت سيف الأرواح ستتشتت. الماء الراكد قد يأسن، صورتك المثلى تتقطم، تيار الماء يبددها ينثرها زبدا، فتذكر من نفسك خدعتك الكبرى، مرآتك كذبتك الأخرى، هي محض زجاج لا أكثر، لا تنفذ أبدا للجوهر. نعم أحسنت، شكرا للمبدعة الجميلة الأستاذة جهاد الريدي، شكرا لها مرتين، مرة لأنها سعت وجاءت إلينا وسعيها مشكورة، وشكرا لأنها أمتعتنا بهذا الإلقاء وهذا الشد والرخاء العذب من شعر جميل.